إذا موضوع مهم جدا هو أستاذ طارق، قضية ديال الشغب. حنا ماشي عندنا ظاهرة كبيرة ديال الشغب، ولكن عندنا واحد الجزء من اللي بدينا كنعرفوا في الملاعب ديالنا، وهذا ما عرفت كنتأسفوا كل الأسف أن يكون الديربي في هذاك الجمالية وهذيك الرسائل فرجوية للعالم كيفتخروا بها، وكنجيو في النهاية بواحد السلوك بسيط وتنفسدوا هذا العمل. إنما أؤكد إن الجماهير الرياضية في المغرب بريئة كل البراءة التامة عن التعابير السياسية المرفوضة داخل الملاعب. فهناك جهات تعمل هذه الأشياء فالقانون سيحاسبها، أما الجماهير فهي بريئة كل البراءة من هذا النوع، وهي الرياضة فرجة للجميع، فالرياضة يجب أن تكون محايدة ونزيهة. وأعتقد كنحييو الجماهير ديالنا لأن ما نتهموش الجميع، بالعكس كاين جماهير ملتزمة وكدير واحد الإبداع وكدير واحد الرسائل وطنية إلى غير ذلك. فكنعتقد بأنه هذا الموضوع، أضيف معلومة مهمة أنه نحن بصدد مع القطاعات المعنية خصوصا وزارة الداخلية غنديروا ندوة وطنية لدراسة الموضوع من جميع جوانبه حتى نتمكن في أقرب وقت أن نؤطر هذا المشهد الجميل في هذا الرياضي، ونؤطر أبائنا لأن الشباب ديالنا مهم، لأنه التأطير الرياضي راه واسع بشكل كبير، راه عدد ممارسي الرياضة راه أكثر من الممارسين في قطاع التعليم وفي قطاعات أخرى. وأعتقد أن هذه الندوة ستجيب على عديد من التساؤلات وغتنصب إن شاء الله في واحد المصلحة العامة.